مرحبا ومساء الخير. أول بدي أعرفكم على المكان اللي احنا فيه، اسمه رام، ومؤسسينها لاجئين سوريين مثل مجموعة منا، والموضوع اللي بدنا نحكي فيها، وحبينا نبلش يعني نقوم بأول حوار في مكان مثل هذا المكان رام، بسبب الثقافة السورية يلي ما زالت تعيش وتحيا في هذا المكان. من أشهر قليلة، من أول ما فتحوا هذا المكان، ولحنا كثير بيسرنا بنجي، إمتى ما اجينا بنلاقي سوريين مثلنا أو لبنانية، وفي جو ثقافي وحوار وموسيقى، وإن شاء الله الليلة بكون مناسبة أخرى. الحوار اليوم من سلسلة مناظرات حتتم خلال السنة القادمة تحت مظلة مشروع اسمها الثقافة السورية في أيام الصراع. أنا اسمي ريم مغربي، مديرة شرق، منظمة أسست من 10 سنين نهتم ونعمل في لبنان، ونهتم بتنمية الإعلام والثقافة في البلدان العربية. المشروع الثقافة السورية في أيام الصراع بتمولها المعهد السويدي، والمشروع شراكة بين منظمة شرق والصحفية السويدية ألكسندر ساندلز. حنسمع منها هلأ عن العلاقة وتاريخ العلاقة بين السويد وسوريا، ثم ننتقل إلى حوارنا مع محاورينا. مرحبا جميعا وشكرا للحضوركم. أنا اسمي ألكسندرا ساندلز وأنا صحفية سويدية. أنا اسمي ألكسندرا ساندلز وأنا صحفية سويدية بشتغل عن الشرق الأوسط. أنا حاليا مقيمة بين بيروت وستوكهولم، بس كنت عايشة هون آخر 6 سنين. شوية بس عن المجتمع السوري بالسويد. طبعا السوريين بالسويد لهم تاريخ طويل، بلشوا يجوا على السويد بالستينات وكونوا مجتمع بالسويد، وعدد منا نحن السويديين كبرنا مع السويديين من أصل سوري طبعا بالحياة والمدارس. مثلا واحد من أعز أصدقائي يلي كان معي بمدرسة كان سوري، وطبعا بهلا بالوقت الحاضر مع العدد النازحين السوريين بالسويد كبير، وين ما كان بنسمع عالم عم يحكوا باللهجة السورية، بالطرقات، بالمدارس، بالشغل. صاروا كمان جارنا بالبنايه بالمدينه، بالضواحي المدينه بالريف. وحاليا حسيت انه مع التطورات صار اهتمام يعني سويديين بتعرف اكثر عن الثقافه والحضاره السوريه يعني اكثر. شكرا كثير لكم. بيسعدنا وبيشرفنا انه نرحب بالاستاذ سامر قضح، الأستاذ هانيبال سعد، والسيدة حنان حاج علي يلي حيقودوا حوارنا الليلة. سامر قزح هو صاحب غاليري قزح في دمشق، أسست في عام 94، وأيضا منسق معارض عديدة بتشجع وبتعرف على فنانين سوريين ونظمهم في سوريا وخارج سوريا، ومن بعد الأحداث ما زال نشيط بتنظيم المعارض. آخرهم كان العشاء، ذكرني ساسم، العشاء الأخير في بيروت، عرفت أهل بيروت على 55 فنان سوري. الأستاذ هانيبال سعد موسيقي ومنظم مهرجانات موسيقية. كنا ننتظر كل سنة في دمشق مهرجان جاز يحيى في سوريا، ومن بعد الأحداث نقل مشاريع أستاذ هانيبال إلى بيروت وإلى هولندا، وأين يسكن الآن. والسيدة حنان حاج علي هي
ممثلة ومدربة وباحثة من لبنان، عملت وسكنت وعملت في لبنان خلال الحرب الأهلية، وما زالت ناشطة ثقافية قوية وخلفيتها في المسرح. بين الكتب اللي كتبتها وحررتها كتاب عن تاريخ المسرح اللبناني، وأيضا كتاب عن آليات الثقافية في البلدان العربية، في الوطن العربي. شكرا لحضوركم معنا اليوم. نبلش الحوار بمقدمة من كل واحد منكم عن أفكاركم الأساسية حول الموضوع الثقافة السورية في أيام الصراع. أستاذ سامر. حقيقة بحكي من تجربتي، يعني من بداية الأزمة، لما بلشت الأزمة بسوريا من 3 سنين ونص، كان واضح أنه في تغيير بالجو، في مشكلة بالنسبة للفن، أنه يا ترى حيستمر ولا حيوقف، حيكون في إنتاج ولا في تصريف، ولا حيصير فينا مثل بعض الدول اللي صار فيها. معي يوصل الصوت؟ واصل. منيح هيك؟ اوكي. فيا ترى حيصير فينا مثل بعض الدول انه حيتراجع الفن السوري، ولا حيوقف، ولا حيخف تسويقه؟ شو وضع الفنان بهالوضع؟ لوين بده يروح؟ الرد الفعل الاساسي انه لازم نشتغل ما نوقف. بتعرفوا الفن بالاساس هو حاله ابداعيه وعمل تسويقي وانتشار. فكوني انا من النصف الثاني اللي هو موضوع الانتشار الفن، فلازم اشتغل بمجالي لحتى الحاله الابداعيه عند الفنان، يكون الفنان عنده حافز ليضل عم ينتج ويعرف انه اعماله حتنشر، حتعرض، في لها مناسبات اكتيفيتيز. فمن هون كان توجهي اني اعمل معارض. عملت، بلشت بدمشق، ضليت الصاله لفتره عم تعمل نشاط، بعدين وقفنا، رجعنا عملنا نشاط ثاني كان للشباب بشكل اساسي، معرض 5 ايام بالشام، بس انه نحن عندنا نشاط ولكن سوقته بالعالم. ارسلت اعمال المعرض الى كل الدول ولكل الزباين اللي موجودين، الكلاينت اللي عندنا، لكل الداتا اللي صار لي 20 سنه بشتغل عليها، وقدرت سوقه بدول مثلا سنغافور، بعد لهنيك، بعد لعدة دول. فحسيت انه بنقدر بهالازمه، رغم انه بالبدايه ما كانت هالازمه اللي مثل ما وصلت بال 2012 2013، انه فينا نضل عم ننتج ويكون في حركه. بعد ال 2012 بنهايتها كان صعب التصويت من داخل دمشق، ما عاد في شحن جوي، ما عاد في. انتقلت لبيروت. ببيروت كان كمان مجموعة فنانين سابقين مستقرين هون، وأنا برأيي أنه بالمختصر أنه لازم يكون في دائما حركة وفتح أبواب جديدة، ودائما لازم نلاقي مكان نعرض، ولا دائما لازم نفكر بدول. على فكرنا ببيروت، نفكر ما بعد بيروت. والفنان السوري بطبيعته هو منتج وغزير الانتاج ومتطور دائما، فمقابل هالتطور اللي موجود وهالحاله اللي سببتها الازمه السوريه، انه نلاقي طرق جديده ونطلع فيها. هي بالمختصر يعني، اترك مجال لغيري بعدين نحكي. أنا اسمي هنيبال سعد، عملت مهرجان عملت مهرجان جاز ب 2004 ل 2011 بسوريا، وعملت مساحات شرقية. اوكي شغلة. عملت، بلشت المهرجانات لفكرة بسيطة جدا، انه تنتشر الموسيقى بسوريا، موسيقيين سوريين يصير لهم مكان، مشان هيك سميته مساحات شرقية. المهرجان الاساسي اللي هو كان جاز المعروف، بس كان تركيزي اكثر على مساحات شرقيه، لانه هذا الشيء فينا نقدمه للعالم، خاصه بالمنطقه تبعنا وبالعالم. كان نصه مؤتمر، نصه حفلات. الفكره منه كانت انه نتعرف على الموسيقى السوريه اللي كثير عالم طلعوا ما بيعرفوا، لانه انا وقت كنت اسال ما كان في اجوبه. فدعينا
باحثين من كل العالم لنتعلم عن موسيقتنا، خاصة من يعني من 3000 قبل ميلاد حتى الحاضر، وخاصة بالفترة الأموية والعباسية كان في حضارة رائعة اختفت مع الوقت بسبب الحروب بسوريا، وهذا بدنا نحكي عليه اليوم. بعد الأحداث قلت لازم استمر، ما عرفت شو الجواب، اضطريت سافر على هولندا وبلشت هناك بتحضير لمساحات شرقية بثلاث مدن بالتعاون مع جامعات روتردام وامستردام ولايدن. وجاز حاولت اعمل شيء له علاقه بالانتراكشن، لانه الموسيقيين اللي اشتغلنا عليهم بيطلعوا حوالي شي 50 اساسيين موجودين بكل العالم، يعني بين قوسين وفرط عين. فقلت الحل هو الانترنت، ما في حل ثاني، بيروت هو المكان المناسب لانه في اكبر عدد ممكن، وكل العالم اللي شاركوا بالمهرجان واصدقاء المهرجان موجودين بكل العالم، فقلت بعمل انتراكشن. وهذا اللي حابب اسالكم اياه اليوم، لانه الحقيقه ما جا على بالي احكي كثير، جا على بالي اخذ رايكم لانه عم نجرب. بتذكر حكيت مع حنان من شوي قالت لي عم تعمل انتراكتيف ولا حقيقي، يعني بتدقوا للعازف ولا بس على سكايب؟ ما في حل ثاني، المهرجان له بالارض، الارض فيها مشكله، فبدك تعمل حل ثاني. عم نحاول نشوف حل على الانترنت بسكايب وستريمينج مثل ما عم يصير اليوم. عملنا تجربة بشهر 4 ببابل وبنفس الوقت بدنخاك بهولندا بلاهاي، كان في 9 فرق، وبعمان كان في فرقتين، عملنا تواصل بيناتهم فنجح برأينا الانتراكشن والحضور لدرجة معينة. هلأ راح نكبره ونمشي بهذا الاتجاه. هذا باختصار، شكرا كثير. مساء الخير. بدي بلش اقول انه عقد ما بيحكوا عن اللجوء السوري والاعداد اللي عم بتشكل مبدئيا عبء على الاقتصاد والاجتماع خاصة بالدولة اللبنانية، في كلام كتير من هالشق، شق العبء وشق المشاكل وشق الافات وشق انا بشوف الموضوع بدي اقلبه لمحل تاني كليا، وهو قديش الوجود السوري خصب وفعل مش بس الساحة الفنية، مش بس الساحة الثقافية ببيروت وبلبنان اللي هو أصلاً بؤرة اجتماعية سياسية اقتصادية عاشت سلسلة من الحروب المتراكمة فوق بعض البعض، وراكمت سلسلة من التجارب اللي فيها تتشارك فيها مع السوريين هلأ بفترة الحرب. مش بس عمل هالشي، لبل جبر ودفع وحفز الفاعلين الثقافيين على إعادة النظر بالمسلمات الفكرية والثقافية وطرق العمل اللي بيشتغلوا فيها. وجود السوري هلأ بكل مشاكله وبكل غناء عم يرجع يدفعنا لأنه نشوف كيف فينا نطفئ الحيطان، كيف فينا نبني جسور، كيف فينا نخصب جذورنا المشتركة، وهالشي ما كان ممكن يتم لولا الوجود السوري بلبنان. وأنا بدي أنقل كمان مستوى الحديث من المستوى اللي زملائي حكيوا فيه عن مستوى الفن المحض، مستوى المنتجين في بالثقافة، في منتج وفي جمهور وفي منتج بين اثنين. نحن معودين نتعاطى مع الفن على أساس هو منتج مفروض يكون رفيع المستوى، آليات إنتاجه، مقوماته، سماته الفنية ممتازة، يعرف لمين يتوجه، يكون عنده أهداف، يسوق بشكل راقي. بدي أنقل يعني مستوى الإنتاج للقاعدة الشعبية. لما البني آدم السوري بفترة 6 أشهر من المظاهرات من آذار 2011 إذا ما عم بغلط بالتاريخ، مدة 6 أشهر بحول الساحات العامة والبيوت والقلوب والعقول، وبيجبر الميديا إنها تصوب كل أنظار عليه بفرحة عارمة بالبرفورمانس مفتوحة ليلا نهارا مع كل الإبداعات الفطرية والمقصودة أو المشتغل عليها من لافتات، من أهازيج، من رقصات، من واحد بيلعب فوتبول هلأ بمناسبة المونديال ليتحول هو ناطق
الأساسي الشعبي الفني الرسمي باسم الثورة الحقيقية. وقت الإنسان كل إنسان بيحمل موبايله وبيصير هو الشاهد والشهيد، يعني بيصير موبايله هو ورا موبايله، مش عم بيصور حاله، مش سيلفي، عم بيصور الناس اللي قدامه وبيضل ملاحق الصورة اللي قدامه لينقلها عبر قنوات بديلة للعالم كله تحت خطر انه يموت. شايف القناص قدامه وبيضل لاحق الصورة ليتقوس هو، يعني الشاهد والشهيد بيختلطوا بلحظة واحدة وبتفرض هالصورة حالة على كل القنوات الرسمية العالمية، وبتصير هالصورة المهزوزة هي المطلوبة، هالصورة المش واضحة هي الحكم، هالصورة اللي مش معروف مين بطلة، البطل ساعتها هو كذا بطل اللي بشكله عموم الناس، هي بتصير المقصود وهي بتصير المثال. بهالوضع بوجود المئات لبل الملايين من اللاجئين من الناس اللي موجودين بمخيمات أصلاً مكدسة بلاجئين من نوع تاني ونوع تالت ونوع رابع، بوجود أولاد محرومين لتالت سنة من مدارسهم من الحكمة، يعني بتجي هلا بتسأل الأم شو بدها بالمخيمات، قبل ما تقول لك بدي بطانية، قبل ما تقول لك بدي دفي، وقبل ما تقول لك بدي عرض، بتقول لك أنا بدي يرجعوا ابني أولادي يتعلموا. بذات الوقت هود الناس لما بتروح لعندهم تشتغل معهم على الأرض وتعمل معهم شيء نحن بنسميها هلا إغاثة ثقافية، إغاثة ثقافية بتدمج الفن والثقافة بانه بتعطيهم اشياء مثلا طبيبه، وبذات الوقت بتعمل لهم مثلا مسابقه طبخ الى اخره، عم نعمل اشياء سينكريتيك، يعني هون الثقافه صفت عنصر عضوي بين مجمل نشاطات بتصير. وعم نلاحظ انه الاجدى انه يرجع هالفن يصير بايدين العالم، نمكن الناس هن يتعلموا الف باء الفن والمنتج الفني يطلع منهم. والدليل انه مؤخرا لما بدائرة المسرح التفاعلي مثلا بالتشارك مع مؤسسة اتجاهات والمورد الثقافي وشبكة طويلة عريضة عم تنبنى، وبتشجيع من قضاءات كتير سورية وغير سورية موجودة بلبنان مثل دار الإقامة الفنية بعلي، صار في شبكة يعني بنقدر نحكي فيها بعدين. فقدروا هود الناس هن بالمخيمات الشباب العاطلين عن العمل يقدروا يعملوا فرقتهم الخاصة ويحكوا قصصهم ويمثلوا ويطلعوا بعروض هن يكونوا مألفين ومنتجين وممثلين وجمهورة ويبرموا فيها على المناطق. وإذا بدكم بشي وقت معين أنا شايل مقطع من مسرحية بعتبرها نموذج للمسرح، يعني يمكن الخط البديل اللي لازم نتبعه، اللي هو مش بس برد على مسرح التسييس اللي نادى فيه ونوس، بروح لأبعد من هيك، لأنه بطلت المدياسيون كولتورال الوساطة الثقافية مثل ما قالت عن إبرسفيلد هي إلى ثلاث أقانيم، يعني مرسل متلقي ووسيط، يعني منتج ومنتج وجمهور. صفى المنتج والمنتج طالع من اللاجئ نفسه وهو جمهوره. سؤال عن حكيتي عن جودة الثقافة اللبنانية تحسنت بسبب وجود السوريين. عندي سؤال تقريبا العكس للأستاذ سامر، وجود السوريين في لبنان وبجو تسويقي أكثر، بس بنفس الوقت في أيام صراع في بلدنا. فأعتذر منكم، عيدة بعتذر منكم. سؤالي متابع لحديث حنان عن كيف جودة الثقافة اللبنانية تحسنت بعد وجود السوريين في لبنان. فأنا سؤالي العكس وللأستاذ سامر، السوريين جودتهم أو جودة فنهم تحسن أو كيف تأثر بوجودهم بلبنان يلي هي يعني بلد تسويقي أكثر، بس بنفس الوقت في أيام صراع في بلدنا، فكيف هل وجودهم هون والتأثير الصراع أثر على جودة فنهم؟ الحقيقة بدك تقولي الفن السوري، ما بدك تقولي الفن السوري بثلاث سنوات بس، الفن السوري حقيقة انتشر وأخذ بعضه من الستينات،
والجيل الفنانين اللي موجودين بسوريا بلبنان حاليا هن جيل متتالي طالع من الستينات حتى الان، فعندهم باك جراوند قوي وعندهم جهد، هو اللي عمل هاله الفن السوري. يعني الفن السوري باي مكان بينعرض فيه، معلش مش لاني انا سوري، بس باي مكان بينعرض الفن السوري بكل اتجاهاته، حتى بما في الشعر والمسرح والموسيقى والادب والهاي، هو فن له حضور. والشباب اللي اجوا لهون وجيل الفنانين اللي اجوا لهون اجوا مع الحضور تبعهم، يعني اجوا واجوا على سوق مفتوح اساسا للفن السوري. يعني انا صار لي 20 سنه منه 15 17 سنه بشتغل مع لبنان، فعندنا جمهور جيد بلبنان وعندنا مقتنين للفن السوري، واكثر اغلب البيوت ما في انسان عنده لوحه بيحب الفن بيشتري الا ما يكون عنده لوحه بالاساس هي قبل الحرب للفن السوري. فبتوقع يعني ما بتوقع، هي الحقيقه، انه لما اجى الفنان السوري على لبنان اجى مع الحضور تبعه واجى مع الشخصيه والتلاقي مع الانفتاح بلبنان مع الحريه اللي موجود، انتجت اعمال جيده وما اثرت على شخصيته، بالعكس فرض حضوره. بتلاقي اكثر وقت اكثر الجاليريات اللي هلا عم تشتغل هي عم تشتغل على الفنانين السوريين، حتى في جاليريات فتحت خصوصي لتصور الفن السوري وتعرضه. فما بتوقع، ما حسيت انه نحن تاثرنا، بس نحن عندنا مشكله كانت ما لها علاقه بهاي النقله، انه الفنان السوري بالفتره الاخيره يعني من 10 سنين لهلا صار يسرع شوي، يعجل بانتاج لوحته، اللوحه ما عادت هاللوحه اللي تاخذ وقت لحتى تنضج، بس هذا شيء منه كثير مؤثر بشكل عام. لا، الحوار اللبناني السوري كان كثير جميل، والحريه الموجوده والميديا اللي موجوده شجعت الفنان. ثاني شيء، نقطة ثانية، الجمهور إن كان هون منه جمهور عادي بيشوف اللوحة سطحية، جمهور مثقف، جمهور بيناقش اللوحة الغير، ما بدنا نحكي بتفاصيل أكثر، الغير جيدة بس أو العادية بيشوفها، واللوحة اللي فيها جهد بتشوفها. أنا شفت إنه الفن السوري بلبنان فرض حضوره، بس عنده مشكلة، بقدر تتابع تحكي أكثر الجواب يعني شوي؟ عارف. إيه، انه بحاجه السوق بلبنان تقريبا هلا تسكر، بلد فيه 4 ملايين وعنا ما بتتحمل كل الفن، فلازم بقى يلاقي مكان ثاني يطلع لبرا، مثل ما عرض بلبنان يعرض بقى بباقي دول العالم، يعني لازم يطلع، يعني مش يضل بمكان واحد، لانه في مشكله صارت هلا بين العرض والطلب. بدي اقول يا استاذ، عفوا عفوا، بدنا ميكروفون، حابين نسمع من الكل. لا، انا بس على كلامه لصديقي سامر، هو فعلا انه هيك، بس نحن لازم ما ننسى نقطة مهمة كثير، انه مو لانه بس الفنانين السوريين فرضوا حضور هون على الجو اللبناني او المجتمع او الجاليريات او حتى اللي بده يشتري، هي بطبيعة الحال تسلط الضوء على سوريا بكل النواحي. اكيد تسلط الضوء. هلا في شباب قدروا بالضبط، في شباب قدروا ياخذوا هالشيء يقطفوا له، بس كل فنان من خلال تجربته. هلا انا كنت عم راقب يعني حتى الفنانين الشباب اللي اجوا، اللي كنت بعرفهم بالاصل بسوريا، حملوا تجربتهم يلي هي الاحداث يلي مرقت عليهم من خلال الثوره يلي صارت، كل واحد على هوا تجربته، في منهم بقيوا جوا حتى صارت الاشكال مشوهه شوي اكثر، صارت في هي شغله بدنا ناخذها اعمق من انه عباره عن سلعه بدنا نبيعها، نحن بدنا ناخذ تاثير الثوره فعلا على الفنان السوري الشاب اللي حمل جاي بالطريق، انه يعني هي كانت عم تقول انه مثلا على التسويق في لبنان، يعني هلا حتى اللبنانيه وصلوا لمرحله انا برايي حد اشباع صار عندهم. ايه بالضبط، عم اقول تعقيبا على كلامك، عندهم اشباع على الفنان لسه ما اجت بالسياق الحديث. يعني اوكي 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 اوكي، سوري انا بس كنت عم اقول. انا شكرا، حنرجع احسن ساعتها. حاسال فقط سؤال للاستاذ هانيبال وسؤال للست حنان ونختصر الجواب حتى نعطي فرصه للكل يسالكم اسئله اخرى.
سؤال استاذ هانيبال عن الانترنت، كيف فادك بعملك خاصه انك اضطريت تترك المنطقه؟ بعرف بتزورنا كثير، بس بعملك بنشر الموسيقى السوريه بحسب ما سمعنا، وانا موافقه الفكره انه تسلط الضوء على سوريا، وهذا بيعني حتى على الفن والفنانين والثقافه السوريه، فاكيد في فرص. كيف تستخدم الانترنت حتى يعني تستفاد من هالفرص؟ هلا اولا في موضوع خاص بالمهرجانات بسوريا ولبنان والاردن، كان دائما في تفاعل، الموسيقيين بينتقلوا بشكل طبيعي بين بعضهم، لا بدون اتصال حكومي ولا، فموسيقي عنده حفله بيجيب موسيقيين من الاردن او من سوريا او باي من البلاد ثلاثه، يعني موجود هذا الشيء. فالموسيقيين السوريين اللي كانوا موجودين هون وشاركوا بالمهرجان ساويتو جاز، كان في 6 فرق سوريه، وكان في كثير موسيقيين لبنانيين بشكل عادي، ما كان لبناني وسوري لانه ما في هالحواجز من زمان. على سبيل المثال مثلا اي فن، امبارح كان في حفله ل بمهرجان بجونيا، كان في حوالي 40 موسيقي سوري موجودين بكل العالم. فهي استفدت منها كثير، خاصة اعمل الشيء الاساسي بلبنان لانه في هذا التفاعل كثير ناجح. الشغلة الثانية، الموسيقيين الموجودين بالسوريين اللي موجودين برا عم حاول اربطهم بالانترنت، اذا ما في تمويل كافي لاقدر جيبهم لبنان او جيبهم لهولندا على سبيل المثال. فالمشروع طويل الامد، الفكرة قدر أربط أكثر عدد ممكن بمشاريع تفاعلية أو فيزيائية بمكان حسب التمويل طبعا. هذا حابب كمان من القعدة استفيد من العالم الثاني اللي عم يعملوا مشاريع، لنحاول نربط، لأنه الشغل كله على السوشيال ميديا عمليا، فكل ما فدنا أكثر بنشر الموسيقى على السوشيال ميديا على فيسبوك مثلا، بيساعد المشاريع تبعي ومشاريع العالم تاني لننشر الفكرة الأساسية اللي هي نشر الثقافة السورية أو بالمنطقة ككل. سؤال ست حنان، ولو كان سؤال يعني obvious شوي إني حأسألك ياها، الفرق بين تأثير الصراع على الإمرأة، يعني كيف التأثير بيختلف على الامرأة وثقافتها من تأثير على الرجل؟ يعني ما بعرف كيف بدكم تاخذوا جوابي، بس المرأة هي جوهرة، بس بتجوهر أكثر بالأزمات. يعني يعني بالحروب الأولويات كلها بتتلخبط. يعني مثلا أكبر زواج، نسبة زواج بين الطوائف المختلفة كانت بالحرب، وانا منهم. يعني انا تزوجت زوجي ماروني، لو بعدني لهلا بقول له لو ما صار في حرب ما كنت بتشوف ضفري. يعني بما معناه، لا يعني شوي عم نكد، بس لاقول انه يعني كل امكانات المراه، يعني مين بيكون ان كان بتنظيم المظاهرات، ان كان بالاكل، ان كان بالمخيمات، ان كان باي شيء بيصير بالحرب، بالتعاضد، بلم العم، بالشمل العائلي، بفتح البيوت، بالمظاهرات السورية، يعني بإبداع الوسائل للتخفي ولا إنجاز الأشياء. المرأة عندها ملكة هيك فطرية، وقت الخطر بتطلع، يعني بتبرز. وبعطيكم أمثال، يعني مثلا بالتراجيديا الإغريقية، مين مشهور أكثر، إكوب ولا 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 أشيل؟ يعني بالإكوب، يعني إكوب أم المصايب، يعني هي برزت كشخصية تراجيدية مسرحية أكثر من ابنها اللي قتله أشيل. بس ست زينب مثلا بعاشورة، لو ما عاشورة ما حدا كان سمع بالست زينب. يعني طبعا يعني إذا بناخد عاشورة بمدليل الميتولوجية الحقيقية الأصلية، فبس لأقول إنه الحروب، بس مش معناتها انه حتى نجوهر دائما بدنا حروب، لانه لا بنتعب، بيسوى كمان نعيش اوقات بين اولادنا ونرتاح ونشوفهم عم يكبروا ونشوف اولادهم واولاد اولادهم. شكرا على اجوبتكم لاسئلتي، اكيد في اسئله من الحضور. تفضلي. انا بدي اسال عن اجمل لحن بهالفترة مثلا طلع، بحب اسمع. يعني الحقيقة في كتير أعمال رائعة طلعت بالفترة، خاصة الفرق موجودة بلبنان. ممكن نسمي فرقة واحدة، طنجرة الضغط، لوحدة من الفرق يعني اللي
عم حبهم كتير، عم يشتغلوا بشكل دؤوب كتير، عم بتدربوا 4 أيام بالأسبوع، بيشتغلوا شغل بروفيشنال. نجاحهم رح يكون بلبنان كبير وبعدين بالعالم أظن. هي واحدة من الفرق، في فرق تانية كمان ممكن نحكي عليها، بس هي بشكل عام. في ست طلبت الكلام. أنا رغد مارديني، مهندسة مدنية من سوريا ومديرة دار الإقامة الفنية بعلي. بس بدي أحكي على وضع الفنانين الشباب السوريين بلبنان، لأنه يعني وصلني جزء من الصورة، بس في صورة تانية لازم الناس كلها يعرفوها، أنه وضع الفنان كتير صعب. يعني مش صحيح أنه في حرية بلبنان، هن بيجوا بيكون ظروفهم الحياتية كتير صعبة، والجاليريات بيستغلوا وكمان ظروفهم الصعبة. صحيح فتحت كتير جاليريات، بس كمان في ضريبة كبيرة على الفنان لما بده يتعامل مع الجاليري، بده يدفعه، وغير العوائق النفسية والعاطفية اللي هن مروا فيها وخلتهم يتعذبوا بعدين لحتى يقدروا يعبروا عن المرحلة الصعبة اللي هن عاشوها. يعني العملية هي ما أنا بيع أبداً، هي تطوير وتشجيع الإنتاج الفني لحتى نقدر نوثق الشيء اللي عم بيصير، ولحتى نقدر إنه يكونوا الفنانين هن أملنا الوحيد بإنه نحمي المجتمع من هذا التفكك اللي صار فيه ومن هذا المرض الكبير اللي انتشر فيه. فبس حبيت أعلق. فلذلك غنية مناسبة لطنجرة الضغط تحت الضغط اسمها. الحقيقة بدي رد على مدام ميسا جاوبة، كان بالي أنه الحوار حيحكي عن قيمة الفنية للعمل، بس بس ما صار مجال نحكي عنه، بالي في سؤال بهالموضوع. طبعا القيمة الفنية اختلفت من سبب الأزمة، صار في عمق أكثر، مثل ما قلت في تشويه وجوه، في عمق باللوحة أكثر، في ألوان مختلفة. أنا يمكن ما لاحظتها بشكل مفاجئ لأني عايش معهم كل الفترة وفي نقاش دائم، بس اللي صار لما ببعث مجموعة مثلا كتالوج المعرض الأخير بعثه على لأصدقاء خارج، صار لهم كانوا عايشين وعندهم مجموعات فنية للفن السوري، قديش حزين اللوحة، قديش الفنان السوري تغير اللون عنده، تغير الجو فعلا. الأزمة أثرت على روح الفنان فأنتجت أعمال ما بتوقع بالحالة العادية أنها حتظهر. وكثير فنانين كانوا الحقيقة أعمالهم سطحية إلى حد ما بسبب الوضع اللي هن فيه والهجرة، تحولوا لفنانين يعني بدك تقولي عم يحفروا بالصخر، عم يثبتوا وجودهم، في إبداع جديد مختلف ظهر، في ألوان ما كانت سابقا مطروحة، في معالجة جديدة. أكيد بهالأزمة الفن السوري أخذ منحة أكثر عمق وأقوى، وفي فنانين حاضرين أنا عم تابع شغلهم فعلا جاي على بيروت ما هي نزهة، عم يحفروا بالصخر، عم يزتوا حالهم، عم يشتغلوا 20 ساعة بالنهار لحتى يقدروا يأمنوا مصروفهم ويأمنوا حضور لألون. وفعلا يعني ما رح نذكر أسامي هلأ، ولكنهم هن عملوا حضور وإلهم جمهورهم وإلهم زوارهم. يعني ففعلا الفن أخذ مجال أكبر. بعدين في شغلة مهمة كتير إحنا لازم يعني فيها كمسؤولين، أنا طبعا تقريبا اللاجئ والنجوء أو الزائر، اعتبري يعني الزائر هذا ممكن يعرفها مثل ما بده، ما بيهم، أنا بعرف حالي يعني في سوري وير، بس الفكرة هي إنه لازم كلياتنا نعرف إنه، وبطلب من الشباب كل سوري خرج طوعا أو غصب عنه يعني قصرا يستغل فرصة إنه هو خرج ليدرس ليتعلم، to observe. We need to do this. لازم الشباب يتعلموا. هلا definitely التجربة اللبنانية، رغم إنه لبنان بتبعد ساعة ونص عنا، بس كتار أنا واحدة منهم كنت أجي كل ويك إند، بس أنا هلا عايشة فيها، صرت بشوفها بغير منظار.
ولكن الشباب لازم يستغلوا فرصة انه هن موجودين هون او باي بلد ثاني، يعني السوري اللي راح لمصر او للاردن او للسويد او بوجوده باي مكان، راح السوري على ماليزيا، لازم يفتح عيونه لانه فرصة له انه يتعلم ويدرس. مع الاسف انه بهيك ظروف، ما كان لازم ظروف حزينة يعني، بس لازم الشاب يلي موجود، انا عم بحكي على لبنان هلا، ودفنتلي انه تعلموا. انا شفتهم حتى من شكلهم الخارجي، خلينا نحكي يعني بهندامهم، يعني لبنان في إلها تأثير شئنا ام ابينا، اشكالهم صارت غير موديل يا زلمة والله العظيم. انا بشوفهم كيف اول ما اجوا من الشام وكيف هلا صاروا، ما عليه هذا دليل انه ممكن يعني، والتغير حلو، وهذا بينعكس على فنهم، بينعكس على attitude تبعهم، على حكيهم. انا دايما بقول انه الواحد لازم ياخد the good side اذا كان ممكن عم بيركز مظبوط وامام هدف معين، بس يتعلموا. هي تبع ديبرست ونايم للظهر وبدي انا ما بسمع، هيدي مو موجوده هون، راحت هي كانت موجوده. لا لا، اول ما اجوا في شباب انا بعرفهم، انا احتكيت فيهم وبعرفهم الصدمه، لذلك هلا خلينا نطلع من مرحله الصدمه. نحن موجودين هون، هي بلد منفتحه بتشجع، هاي بلد في عندهم حرية رأي، بيكتبوا وبيحكوا، ما حدا بيخاف. نحن طلعنا من عم نوشوش وشوشة باسم مدري مين تبع آخر الحارة، هون ارتاحوا، خليهم يرتاحوا، خليهم يستغلوا هالفرصة، وخليهم ما عليه بعدين كله بده يطلع على السلم على التوب بالأسانسور. ما في أسانسور بالدنيا، في سلم بيطلع عليه درجة درجة، هاي فكرة الأسانسور ما موجودة. شكرا بس. كلام حلو. ست حنان، حسب خبرتك ايام الحرب الاهليه بيتطبق على لبنان هذا؟ بده يحكي، تفضل احكي بعد عبد الله كيف معلش. اكيد بنرجع عنده وقت. شو تفضلي؟ فسؤالي الحكي اللي سمعناه هلا يعني له علاقة أو كان كمان حسب خبرتك بأيام الحرب الأهلية في لبنان كمان طبق بنفس ال لكن في فرق كبير بين، إذا بدنا نفوت بالتحليل السياسي، فرق كبير بين نوعية الأزمة وقت الحرب اللبنانية وهلأ. بالحرب اللبنانية كان في شيء اسمه عدو إسرائيلي، وكان جبهتنا الداخلية مفتوحة نحو سوريا. سوريا بالوقت اللي كان بوقت معين اجت قوات الردع كجيش سوري كسلطة، انطلبت من قبل السلطة اللبنانية، وصار في بعدين يعني هي اللي ما سمحت للمشروع التقدمي انه يربح، ولكن كان في شيء اسمه عدو إسرائيلي، وكان في قضية شبه واضحة يعني الحرب الداخلية كان شقين، كانت يمين ويسار، مشروع انعزالي مشروع تقدمي، كان في حليف إسرائيلي في حليف فلسطيني، ناس بدهم يرجعوا للهوية اللبنانية الأصلية بين مزدوجين الفينيقية، وناس بيعتبروا جذورهم امتدادهم عربي. وانقسمت بيروت امتدادا من الجنوب للشمال لمنطقتين شرقية وغربية، بغض النظر عن الاشياء الداخلية اللي صارت انه بلحظة من اللحظات رجعت صارت مثلا مسيحي مسلم الى اخره، بس بقي هالخط الواضح موجود. والهجرات على عكس اللي صار مع سوريا، الهجرات راحت من الجنوب وتكدست بالعاصمة، بينما بسوريا الهجرات راحت من المركز، لانه المركز هالقد قوي وكامش توتاليتاري، من المركز انطش بالمناطق السوريه كلها الى الخارج. ومن هون اكبر ازمه هويه هلا انطرحت، هي ناتجه عن كيف كان التنوع الثقافي بالملبس. انا كثير بحب كيف كانوا يلبسوا، يعني المناظر اللي كانوا يجوا فيها، يعني الكردي او الفقير او اللي طالع من مخيم بالاردن او بشتيلة، او لانه اذا بدنا كلنا نصير هيك صوره واحده بعتقد بنخسر كثير من غنانا. وهلا تحول التنوع الثقافي لشعار اول نحو النزاعات، صفى في 5 مناهج تعليميه يا عالم بسوريا، في المنهج الكردستاني، في المنهج التركي، في المنهج الرسمي السوري، ومنهج الرسمي السوري المعدل، ولما في 5 مناهج، في منهج هلا بيعلموا فيه فقه وسنه وتشريع، يعني في شيء رهيب رهيب. لكن ما في مانع للتنويع، ولكن اللي بدي اقوله انا انه ما في قضيه، يعني هلا القضيه
يعني حولوا بالقوة. كان الشعب السوري عنده قضية بتوحده، صفة هو حولوه بالقوة لضحية. يعني بطل القضية اللي بتجمع العالم شرزموها بالوقت اللي لبنان لآخر تكة كان في قضية. سؤال لأستاذ هانيبال وأستاذ سامر، هذا الشيء كيف حيأثر على ثقافتنا وهويتنا بالمستقبل؟ التفكك يعني اولا انه صار في نازحين ولاجئين وتغيير بالمنهاج وعده مناهج، كيف حتاثر بهويتنا ثقافتنا بالمستقبل؟ هذا اللي حاولت اعمله بمهرجان جاز مساحات شرقيه. غنى سوريا هو بتنوعه، يعني وجود الكردي والسرياني والاشوري هذا غنى، مثل ما الامريكي بيفتخر انه في المكسيكي والايطالي والألوان المختلفة والأعراق والديانات المختلفة. طبيعة منطقتنا هو التنوع، هذا اللي بيشتغل عليه. ما بعرف بالتربية شلون بده يكون، بس حاولت من خلال الموسيقى الموجودة والمهرجان والمحاضرات كانت شوف هذا التنوع كغنى وكقوة لسوريا والمنطقة اللي قاعدين فيها. طبعا بنشارك كل المنطقة بثقافات مختلفة، كانت كردية ولا التركمانية ولا الأشورية ولا السريانية والإسلامية بتنوعاتها المختلفة. فبلاقي إنه لا، شغلة منيحة هي الهوية، هي هوية جامعة. هذا اللي عم بشتغل عليه، فكرة التنوع بفكرة التشابه مو الاشتباك، بمعنى حوار الثقافي الداخلي، حوار والعالم، لأنه كمان جزء من الموسيقى. وقت عم من تجربتي، وقت كنا عم نعمل تور بأوروبا مثلا، كل ما كانت خصوصية كل ما عم تكون قريبة للعالم اللي ما بيفهموا شو عم يصير، بس العواطف بتنتقل. فمو بس اللغة والكلام بينتقل، كمان العواطف. يعني أي ممكن أي حدا يحضر حفلة مثلا إيرانية بجوز ما بتعرف الكلام، أو حفلة هندية، بس العواطف بتنتقل. كمان هذا جزء من الهوية العالمية لسوريا وللمنطقة. كمان لبنان ما بعتبر انه نحن مختلفين، نحن مشترك بنفس الثقافة على سبيل المثال. شكرا. في مداخلة؟ طيب، مساء الخير، انا اسمي عبدالله الكفري من اتجاهات ثقافة مستقلة. اول شيء عندي شكر لشرق للمبادرة، لانه الحقيقة كتير مهمة وجوهرية، بتمنى انه تستمر، وبتمنى إذا فينا هيك ننشرها كتير، لأنه الحقيقة ما درينا كتير عنها، يعني لأنه كتير مهمة. وبأمل إنه هيك حوار يضل ونقدر نبني عليه لبعدين، ونطلع إذا بدك من الحديث لنصير نحكي على شيء أعمق، كيف فينا أساساً نحمي بمكان ما الثقافة السورية، ونفوت هيك بالعمق أكتر، يعني عملياً نطلع من الأنشطة والبرامج لنروح ل توجهات العامة والسياسات، يعني عملياً فيما يخص الثقافة. حابب الحقيقة ابني على كلام حنان وعلى كلام الصديقة رغد، لسببين لهم علاقة باليوم. وجود الفنان السوري ما رح أخصه بلبنان، بس رح أخصه بشكل عام عموماً، التحديات اللي قدام الفنان السوري اللي إلها علاقة أساساً بسؤالي مطروح أولاً، هل بيقدر يكفي يعمل فنه؟ ولا لازم يترك فنه لأنه لازم إما يعيش، أو لأنه حاسس أنه صعوبة تقديم هذا الفن بدون ما عم يستغل، أو ما في قنوات أو في مؤسسات. بدأ شكل له علاقة بموضة بالفن، إذا بتعمله بتفوت، إذا ما بتعمله ما بتفوت، أو تقييم الفن ما عاد له أساساً بموضوع الفن. والسؤال الثاني الهم هو دور هذا الفنان، يعني اليوم بالنهاية اللي عم يشتغل لوحة أو اللي عم يعمل كتاب، في عنده أكيد شغله الشخصي اللي له علاقة بالمنتج الفني اللي مؤمن فيه، بس في كمان أساساً هذا الدور يلي لازم يلعمه اللي له علاقة بشكل الثقافة كلها عملياً، أو دور الثقافة. اليوم واضح إنه ما حدا من الجهات كلها الموجودة على الساحة حتى بتحكي عن الثقافة. الثقافة اليوم ما لها أي ورقة عمل لأي جهة مقدمة حالة بديل أو مستمر، ولا يعني هذا السؤال يعني عملياً شو شكل الثقافة، إلا بمعنى استخدامها مرة تانية من جديد، إنه الأمور كويسة أو الأمور مش كويسة، أو هذا بيعبر بشكل مباشر يعني عملياً. فاليوم في سؤال له علاقة بالدور، كيف فينا نحن ندعم دور الفنان السوري والفاعل الثقافي. وبفتكر الثلاث سنين كمان علمونا انه الحدود ما عاد فينا نقول بس فنان، وفينا نقول حدا بيشتغل بالثقافه عمليا، لانه اللي كانت عم تحكي عنه حنان، الناس
يلي عم تشتغل بالمخيمات فنون هو درس إلنا كلنا بإلى علاقة بأنه نحن ما كنا كتير فهمانين يمكن مجتمعاتنا أو ما لنا كتير واضحين بالجمهور يلي لازم نتوجه له، والناس ما احتاجت شيء لما اخترعت فنونها، لا درست ولا عملت. بس هذا لا يمنع أنه في تحديات إلى علاقة ببناء قدرات للفنانين اليوم لازم ينشغل عليها، في إلى علاقة بالضغط لأنه هذا سوق الفنان السوري أو الفاعل الثقافي يصير أقوى وما يكون مناسباتي، وفي شيء له علاقة بدعم المؤسسات والمبادرات اللي عم تشتغل واللي بالنهاية إذا ما انخلق لبيئة كبيرة بتستنزف. يعني دار الإقامة الفنية بعلاء اليوم صار لسنتين عم تشتغل على دعم فنانين موجودين وعم تروح لخيار التجريب والاختبار، هاد بالنهاية بده دعم ما فيه يضل يستمر. هاي المبادرة اليوم إذا عم تستهدف 100 أو 200 بالنهاية لازم يكون في دعم ليصير الشغل على خط الفنانين كلهم، وهاد ما بيجي إلا من دعم هاللقاء والمبادرات والشغل شوي برؤية تكون هالفنانين السوريين إن كان بلبنان إن كان بسوريا إن كان بالأردن إن كان وين ما كان يكونوا ورقة ضغط، يكونوا قدرانين داخلين وحابين إن شاء الله إنه يصير في تمويل أكثر. فقط بسبب ضيق الوقت إذا ممكن نعطي الميكروفون للست سناء كمداخلة. مساء الخير، انا سنا يازجي من سوريا، خريجة فنون جميلة وجرافيك ديزاينر يعني مصممة. كنت حابة اسال المحاضرين الكرام عن رايهم بشو هو التغيير، يعني سموه بالاسم، شو هو التغيير اللي طرأ على منتج المبدع السوري بكافة اشكال ابداعه، وشو هو سبب هالتغيير وكيف عبر عن هالتغيير، سواء سميناه أزمة، حرب، ثورة، في شيء تغير وهو مش حدا ما تبيه أو حدا ما تتأمه أكثر من هيك بكتير. فهذا الشيء لازم يعني لازم، ما في شيء اسمه لازم. أنا كنت حابة أو حابة اسمعه يعني. والحكي عن الثقافة بالتالي اللي هو ما هو منتج، مثل ما تفضلت السيدة حنان، ثقافة ما هي منتج. فكمان كنت حابة أعرف برأيكم، لأن ثقافة السوريين تغيرت، الثقافة بمعنى علاقة الإنسان بمجاله العام، علاقته بنفسه، هذا الشيء اللي نحن شفناه تغير. فما بعرف أنتم كيف، يعني ما ممكن اليوم نحكي بس عن موسيقى ونمرق مرور الكرام، قديش المنتج اليوم، منتج المبدع السوري قريب أو بعيد من الذائقة العامة، قديش المواطن السوري العادي عم يستذوق اللوحة الفنية اللي اسمها شهيد أو لا، قديش هالفن أو الإبداع انتقل من المرحلة النخبوية للمرحلة العامة أو الشعبية إذا بدنا نقول، يعني قديش عم ينفعل المبدع السوري يتفاعل وينفعل مع الحالة العامة أو القضية العامة، هذا حاصل. فبس بحب يعني اسمع منكم عندي رأي هذا الشيء. عفوا استاذ هنيبال، شكرا على سؤالك ست سناء. بسبب ضيق الوقت فقط حاطلب من محاورينا ان يجابوا هالسؤال او الاسئله الممتازه كختام لحوارنا الرسمي. بعد الوقت المحدود أكيد حنقعد وحنحكي وحنتحاور أكثر، بس إذا ممكن أفكاركم وأجوبتكم النهائية. ما أنه النهائية، شكرا كتير لحضوركم. اللي عم يحكي الأستاذ من اتجاه عبد الله كتير مهم، هذه بداية مهمة جدا. بالنهاية سنة في لازم في تنسيق كتير كبير، دعم كتير قريب. الفنانين مو بس عندهم مشاكل، كمان اللي بيشتغلوا بالثقافة مثلي عنا مشاكل كتير كبيرة شخصية وإلى آخره، مرقنا بتجربة صعبة مثل بقية كل السوريين، فما عملنا بس في الواحد يعمل اللي فيه يعمله. يعني بالدرجة الأولى لازم يكون في سياسات ثقافية، لازم تجارب مثل الموجودين، كل الموجودين عندهم تجارب وعندهم مشاريع، لازم يكون في جهة داعمة. يمكن إذا بيصير هذا الحوار أكتر بيصير شغلة كتير منيحة، بيصير في توجه، في مثل كتلة عم تشتغل مع بعض، في تناغم ما بين الفاعلين الثقافيين، وهذا جميل جدا باتجاهات، لذلك على اتصال دائما. بدي أعمل شغلة بالنهاية بتشبهني، أنا زلمة بحاول أدور على التناغم والإنتجريشن، ما بعرف شو لازم يعمل كل شخص، بس
بشوف انه لازم نبحث عن هويه جامعه متناغمه بتشبهني، بتشبه مشروعي اللي كنت عم بعمله بسوريا. فبحاول الاقي نقاط لقاء بين كل هالهويات الموجوده المتصارعه حاليا على المستوى الطائفي ولا الاثني ولا اللي هو، وبحاول اشتغل عليه ابني عليه بالمشروع تبعي سوريا ميوزيك ليف بالموقع بالسوشيال ميديا، وحاول الاقي نقاط بين كل هالمجموعات حسب قدرتي حسب التمويل وحسب النشاط اللي بقدر اعمله. هاي من وجهه نظري. شكرا. الحقيقه بالنسبه لسؤال موضوع الثقافه شو تغير، اكيد تغير، حديثنا تغير، شكلنا تغير، حياتنا تغيرت، ثقافتنا اكيد تغيرت، بس لكن ما فيني اقول لك قديش تغيرت الثقافه، لانه هذا الشيء بيبين بعد سنوات. بننظر بنظره بانوراميه للخلف وبنعرف وين تغيرت الثقافه. كل يوم في شيء عم يختلف، حياتنا ما بنعرف لوين رايحه. نحن اليوم غير الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي كنا غير السنه الماضيه. اكيد الزائقه هي اول جواب على الثقافه. ثاني شيء بما يخص الزائقه الفنيه عند الجمهور، هي بتصير بالحاله الطبيعيه المرتاحه انه الواحد يشتغل على الزائقه. حاليا الجمهور الانسان البسيط، صحيح الورك شوب اللي عم يصير او التمثيليات بتقدم شيء، ولكن هو اخر شيء بيفكر انه يشوف لوحه او يقرا لوحه الشهيد. يمكن بس ايه برافو عليك. هلا هذا اللي عم يرسم على الجدران في له جمهوره، واللي عم يعمل لوحه الشهيد في له جمهوره، وكل لوحه في لها ناس تقراها. ما بدنا نخليهم يقروا كل شيء ويشوفوا كل شيء، بدنا وقت لحتى نرجع نشتغل كلنا، عفوا مو كلنا، يعني نشتغل لكل المستويات. خلي كل مين بمجاله ينتج ويقوم بجهده تجاه المحيط تبعه، بعدين بتيجي الايام بيبين وين الخط الماشي، وين الانسجام، وين التنافر. بقيان نقطة صغيرة بس بدي اقولها قبل ما اخلص، بحكي عنها، عن الوسط الفني التشكيلي. صحيح في عنا اختلافات طائفية ومذهبية وكل شيء كل شيء كل شيء ظهرت ما كانت موجودة بالوسط الفني. لهلا الكل بيجتمعوا مع بعض، كل بيشتغلوا مع بعض، كل بيناقشوا بعض. نحن لساتنا لهلا برأيي بكل الاتجاهات السياسية بكل الأطراف لساتنا سوا ولساتنا نشتغل سوا. أنا آخر معرض عملته كان عنوانه ديني، وكان مقصود يكون عنوانه ديني، هو العشاء الأخير. كان فيه 55 فنان، في منهم من الطرفين رايح لهم شهداء عم يعرضوا جنب بعضهم عم يحكوا مع بعض. الموضوع ديني، ولكن العارضين من ديانة أخرى. كلنا مفكر مثل بعض، كلنا مشغل مثل بعض. بدنا سنوات ليجي مؤرخ بالمستقبل يقول انتو صورتكم كانت هيك، لان احنا جوات المشهد. شكرا. وشكرا للمشروع، لانه الحقيقه هي اول مره بصير حوار غير تصادمي، ولا الهدف هو الجماعه سوريا كلها. يعني ست حنان باختصار شو رايك؟ يعني ما بعرف كيف واحد ممكن يحكي باختصار على هيك سؤال بده كذا جلسه. يعني مش حنرجع نعرف شو الثقافة، كلنا بنعرف هي مجموعة السمات الروحية والمعنوية والمادية والتراث المادي وغير المادي والآخرين. التغير الكبير اللي حاصل تغير جذري، والثقافة هلأ صفت ثقافة الاقتلاع وثقافة الأزمة. وحضرتك جبت سيرة الجرافيتي، في أشكال فنية رهيبة وخصبة طلعت، ولهلأ بعد ما تم صار رصد مزبوط ولا نقد مزبوط ولا أرشيف ولا شيء، عم تطلع عم بتفور وما عم نلحق لها، الى جانب القنوات الكلاسيكيه اللي عم يتفضل يحكي عنها الاستاذ. فقديش قديش نحن فينا نعمل منصات تشاركيه ونشتغل مع بعض ونربط، يعني الاشي عم تخلق من الحياه من الممارسه. ومش اول مره بنفتح هيك حديث، نعمل منمنمات سوريه ونعمل اكثر من شغله. الحقيقه
وفي اشياء كثير ما عم ندرى فيها، وهيدا غلط. نحن بحاجه نعمل خارطه، ندرس الخارطه الثقافيه هلا المشتته، نقدر نعمل لها خارطه تكون واضحه قدامنا لحتى نعرف على القليله ما نرجع نكرر الاشياء، على القليله نرجع نبني من محل ما وصلنا. هلا تغير كبير. ناس صدقيني بالمسرح، برجع بقول اهم من اهم الاعمال اللي شفتها، مثلا بعطي مثل معين، مسرحيه ما عم بتذكر لوائل علي، الكاتب والمخرج، قعد مع حسان عبد الرحمن اللي هو سجين سابق، قعد معه سنة ونص، سجلوا على فترة سنة، سجلوا بشكل أوديو وفيديو، ولما عرضوا قدام الناس إجا حسان يتفرج على حاله شو حكي، وصار حسان هو وأيهم عم بيمثل دوره، عم يرجع يعلق على شو حكي أول مرة وتاني مرة، وعم بينتقد حاله انه كيف هو عم يرجع يتذكر كانت ذاكرته قاصرة او مقتطعة، وكيف هلأ حابب يشوف الصورة بشكل تاني وتالت ورابع وخامس. فهالمنتج اللي هو منتج ثقافي ومشاهد وصاحب الحق الاول بالثقافة وبإنتاجه وبتلقيها، كيف صفى عنده رغبة بانه يحكي، بانه يبني على تجربته، يتشاركها مع الباقيين، ويكون عنده حس نقدي ثاقب يفوق حس الممثل او المحاور او المعلق معلق الميديا. بس بكتفي بهون لاعطي مثل صغير عن الموضوع. شكرا كثير، شكرا لكل محاورينا وللجمهور. لحنا من حسن حظنا المشروع عباره عن عده جلسات على مدى سنه، فإذا عجبتكم أو عجبكم حوار اليوم، الشهر الجاي إن شاء الله منشوفكم بالحوار الثابت. في أنا موافقة. صح ساعة ما بتكفي لكل الأفكار يلي عنا. لا يلي عم يتابعونا عبر البث المباشر، شكرا لحضوركم، وانتم بتقدروا تطلعوا علينا عبر الفيسبوك، الجروب اسمه الصراع اسمه الثقافة السورية في أيام الصراع، وبنتأمل انكم تشاركونا بالجروب حتى نكفي الحوار بين الحوار والآخر، بين الشهر والآخر، نكفي الحوار على الموقع على فيسبوك. بحب كتير اشكر شريكتي بهذا المشروع ألكسندر ساندلز، ونتقبل انه نتأمل انه نشوفكم جميعا الشهر الجاي. تصبحوا على خير، شكرا.